هذه الكبيرة بطلتها خلاص. تحركت على بحقاني الفلاحة اللي يخدموا لهنية ما تشاكيهوش على كياسة شاكين شاكين وحد طيب احنا لا يطلع علينا مدير متاع تجهيز لا يعرفش ما يعرفش يفهم دي انت الطريق هذا على قليل على قليل 3 كيلومتر شو فيه معناتها 3 كيلومتر تمشي مع على رجلك انا معناتها وقت اللي يحب لبنتي صدقني شيء معناتها من الطريق نمشي نروح مريضه تصور انت من حبل جيم ثنيه مكريتها ثنيه انت شقيتها وجيتها معناتها جي مغادي ريتها خليك من الفكسه معناتها مشت الحبال وفات الحباله جت الفكسه تاع بنتي صدقني نكري لها في كرهبة نشربوا من البيرة ذي وخيتي أنا وشي مريض وشي أنا واحدة من الناس حماتي طلع لها شي في بدنها تحك وحالة هزيناها للطب قالوا من الماء معناها تسمم مشكلتنا في الماء أول حاجة الماء عنده طوى عامين مقصوص عام ثم ولاية منوبة تبعد علينا من هنا ولاية منوبة 300 متر خويا ولاية زغوان إذا كمشي قايمة بينه وإحنا لا يتفكرون ولا يطلوا علينا ولا يشوفون ضيفون الولاية منوبة ميسيلش ثم السكان تابعين ولاية منوبة يأخذوا في الماء هندرا هما تابعين هما توانسة وإحنا ما ناش توانسة يا رسول الله ما ثماش حكومة ما ثماش تخزرنا بعين الرحمة يا رسول الله